كنواجهوا بزاف هاد الامور اللي كاينه في الدول الافريقيه كتعرفوا هاد برينسيبالمون هاد لا مالادي ديال فيروس ايبولا. مادام انه عندنا بزاف ديال العلاقات مع هاد الدول هادو اللي عندهم هاد الامراض المتفشيه دابا في هاد الاشهر الاخرى، اذا حنا الدور ديالنا هنايا هو الحيطه، زعما اش غادي نقول لك تكون القصوى، فهمتي، اقصى درجه ديال الحيطه باش ما يكونوش عندنا حالات. الناس نقولوا لي جايين مرض من دوك لي فوايي من دوك الدول باش يدخلوا عندنا هنايا يديروا لنا واحد فوايي واحد اخر عندنا هنا في وسط المغرب بالتنسيق مع منظمه الصحه العالميه، فهمتي. هاد اربع دول دابا اللي كاينه لو ليبيريا لا سيراليون لو نيجيريا ولا غيني كوناكري عاملين تما اش غادي نقول بحال ان تشيكين ديال كاع لي باساجي اللي كيخرجوا من هاد الدول هادو، سو كيفي تما كيدوزوا ليهم كيقلبوا واش عندهم الحراره واش عندهم اعراض ديال المرض ايبولا. الا كان شي واحد مريض ولا شي حاجه اصلا ما كيجيش من تما، كيمشي كيتكلفوا به تما، دايرين مستشفيات ودايرين وحدات اللي تتكلف هذا. كيجيو الناس نقولوا لي نورمالمون لي صح لي ما عندهم حتى شي حاجه، ولكن كيبقى خص بقى درجه الحيطه كبيره. علاش؟ لان هو كاين يقدر يجي شي مريض اللي كان في واحد اللي نقولوا علميا اون بيريود دانكوباسيون ديال لو فيروس. هذاك لو فيروس زعما الى كونتراكتي باغ ذاك الانسان، ولكن مازال ما عطاش الاعراض ديالو. اذا هنا الدور ديالنا اننا كلهم واحد بواحد، ماشي كنقول لك 100% ديال المسافرين اللي كيجيو من هاد الدول هادو كنراقبوهم بتقنيات متطوره، سيدي كاميرا تيرميك اللي كيديفيلي واحد بواحد في الوصول ديال اثناء الوصول ديالهم. الناس اللي ما عندهمش لا حراره ما عندهمش اعراض ديال المرض، وهذا حنا عارفين ياسر الاعراض ديال المرض اللي كتمثل في الحراره في التقيؤ في النزيف، فهمتي، و ولا دياري الاسهال واعراض جلديه، وتيكون الانسان عيان. حنا واحد اي واحد شكينا فيه كنديروه في واحد المحل مثال ديزولمون، كنديروا معاه انتروغاتوار باش كنشوفوا لا زون فاش كان هو، واش في كان اون كونتاكت مع شي ناس مرض، امتى بدات مثلا الحراره، العلامات المصاحبه لهذا الحراره. هذا اذا كان عندنا شك اكثر كنشدوا داك السيد ولا ديك السيده كنعملوها في كنعملوا ليها واحد الوسائل ديال الاحتياط كبيره بزاف. اش كتعني؟ ان كيلبسوا واحد لي كومبينيزون خاصين، كيعملوا لي لونيت نضاضار لي غون وهذا، وكنديروهم في سياره الاسعاف وكنهبطوهم للمستشفى مولاي يوسف باش يعملوا تما التحاليل باش تنشوفوا بور ترونشي واش السيد عنده المرض ديال الايبولا ولا عنده شي حاجه اخرى. ديك الساعات ماشي مشكل. شحال من حاله مثلا شحال من حاله تقريبا اللي شفتوهم ديال الايبولا؟ والو، صفر صفر، ونقدر نجزم فيها ما كاين. كانوا عندنا حالات شكينا فيهم، ولكن من خلال هذا كيكون تيتضح بانه هو سلبي زعما نيجاتيف. شنو هي التجهيزات الوقائيه اللي دارنا من اجل حمايه من يشتغل معكم في هذا الميدان؟ كاين عطا الله، فهمتي، بعد الدولة سخرات واحد زعما وسائل ولا ان بلاطو للحماية، فيه لي بلوز لي سور بلوز لي شوسون لي غون لي لونات نضادار، زعما باش يكون الانسان امين بواحد الطريقة، واحد زعما واحد النسبة تكون مئوية كثيرة بزاف. ما غاديش يقولوا 100% ديال الله سبحانه وتعالى، ولكن الحمد لله.